السلام عليكم وبركاته. بهذا التحدي راح ننزل هون عند الحصن المستتر وراح نجي عند هاي المنطقة بالضبط. شوف هاي المنطقة بالضبط، حددوا المكان بالضبط مثل ما انا محدده، انزلوا عند هاي المنطقة لحتى تلاقوا الانحراف او تلاقوا الفراشة وتتبعوها في المهمة. راح ننزل هون بالضبط. فبتمنى من الكل يدعمنا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس. استخدموا كل يوتيوب ام اس 9 يا اساطير، هالشيء كثير بدعمني وشجعني لاستمر. تمام، راح شفنا الفراشة، جينا عند الفراشة وراح نتبع الفراشة لحتى تاخذنا عند الانحراف. المنطقة اللي حكينا عنها هي الحصن المستتر. تمام، راح نتبع الفراشة اللي هي هون. تمام، راح نجي لهون نلحق الفراشة بعد الشجرة. خليكم عم تلحقوا الفراشة، هي راح تاخذنا عند التحدي. إذا ما لحقنا الفراشة ما راح ينجح التحدي، فخليكم عم تتبعوا الفراشة. تمام، بعد ما وقفت هون راح يطلع شيء من الأرض وراح نكسره وراح تنتهي المهمة مثل ما تكون شايفين هون. هون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا لايك واشتراك ومشاركة الفيديو، تفعيل زر الجرس. إذا حابين تدعموني استخدموا تيك توك شوب ام اس 9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.